اسمي منظور أحمد حقيق في المقيم المملكة العربية السعودية 42 سنة وعمري 72 سنة. أول أنا اشتغلت وكالة الأنباء السعودية، غطيت مناسبات الملكية، غطيت مناسبات الله يرحمه ملك خالد، والله يرحمه ملك فهد، الله يرحمه ملك عبد الله، وغطيت مناسبات ملك سلمان أمير سلطان والله يرحمه، وأمير نايف الله يرحمه، ومناسبات ملكية كله. أنا غطيت أكثر مناسبات خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان، كان أيامه هو أمير منطقة الرياض، والحمد لله نفس الوقت أنا صورت بورتريت ملك سلمان، وجيت الحمد لله عندي أمير بندر بن سلمان، وحب التصوير كده، وشفت بورتريت عندنا ملك سلمان، أخذ مني وقال لي أحسن واحد بورتريت أنت صورته. أنا جيت قبل 42 سنة في الرياض، والله صحراء هذا، والحين أشوف هذا ما شاء الله خضرة ومباني وشوارع، فرق السماء والأرض. غطيت مؤتمر قمة إسلامية الثالث، هذا افتتاح مكة المكرمة أيام ملك خالد الله يرحمه، فتحت مؤتمر في مكة المكرمة واجتماعات في الطائف هذا، وجاء كل الرؤوس بلد إسلامي هذا، والحمد لله أنا صورت كل الرؤوس الحمد لله. أنا مصور فوتوغرافي، أنا أحب أرشيف هذا، وأنا جبت صورة القديم حرمين شريفين وجلالة الملك عبد العزيز وجلالة الملك سعود جلالة الملك فيصل، جبت من وكالة الأنباء العالمية وأمراء هذا. عندي تقريباً 100 صورة ملك عبد العزيز الآن موجودة. أنا فرحان ومبسوط من 42 سنة. أنا جبت والد والدة وأختي وأخوان عشان عمره والحج هذا. والحين أنا أدعي يا ربي موت في المدينة المنورة ودفن في البقية.